اول طبق نبتدي بمكونات التاكو. تونه، تونه فريش، صويا صوص، سمسم، بصل، جنزبيل، هريسه، مانجا، كزبره فريش، ليمون، افوكادو، وعيش تورتيه اللي هو عيش الذره. طيب ابتدي الاول اعمل التورتيه. يعني ايه اعمل التورتيه؟ اديها الشكل. بمعنى ايه؟ في طاسه سخنه كده صغيره، شويه زيت صغيرين قوي، وبالمنديل همسحها علشان ما تلزقش، وعلشان ايه العيش التورتيه يعني يتحمص شويه. هنحتاج الفورمه دي او الفارمه دي علشان بعد ما اعمل التاكو في الطاسه اخليه يبقى ملفوف واعملها. لو دي مش موجوده، كوبايه من كوبايات البيت عادي خالص، هنلفها واوريها حركه ازاي، ونسيبها لحد ما تمسك نفسها. سخنت طبعا، انا مغطي العيش ده لان هو ما بيستحملش خالص، بينشف من الهواء. وغطيها بسرعه شوكه، سيبها كده شويه لحد ما تبتدي ايه، هتبتدي تطلع يعني زي بقليل صغيره، وهقلبها على الناحيه الثانيه بحيث ان هي ايه تمسك نفسها شويه. واحده واحده كده، ونقلبها بالراحه. هبتدي انا اقشر المانجا، هاخد حته واحده بس كده. حلوه المانجا، مستويه وجميله. طبعا كل ما تكون المانجا يعني ماسكه نفسها اكتر شويه بتبقى احلى. يبقى كده خليها كده هنا، واخد منها حتت حتت وانا بعمل ساندر. سيبها كده لحد لما تمسك نفسها. حلو، ممكن ناخد دي هنا على السخن على طول. نقطة زيت خفيفة كده. شوية ملح على الناحيتين. سيبها تستوي واحدة واحدة. اغسل ايدي. طبعا الصوت مصيفين مبسوطين، حاجه كويسه قوي الحمد لله. يعني احط شويه ملح الناحيه دي كمان. زي ما قلت لحضراتكم، الافوكادو مشكلته لما بيتساب بره بيغمق. فانا اعمل ايه بقى علشان ما يغمقش؟ احط عليه بالليمون كده يا دوب، بس حاجه بسيطه قوي علشان لونه ما يغيرش. وبعد ما اقطعها شرايح اقطعها بالطول، هحاول اخليها تبقى رفيعه قوي علشان طعمه قوي. اكل المكسيكي على الصويا صوص، الاكل المكسيكي دايما حراق، فانا هخلط دي هنا. المفروض بقى دلوقتي ان احنا نسيب التونه لحد لما تهدى. يعني ايه؟ يعني اقطع التونه كده. لا اصغرها شويه علشان وبصل. طبعا بقى ايه الحراق زي ما حضراتكم تحبوا، الكميه اللي انتوا تحبوها. وعليها شويه كده، واحده اتنين تلاته. كزبره، نقله كده هنا. مشكلة الهواء بعد ما نشفوا بيفكهم فابتدوا يفتحوا، فأنا هسندهم كده